السلام عليكم. حرصا منا يا جماعة أن ننقل لكم المعلومات كلها مدعمة بالأبحاث العلمية والدلائل العلمية، حتى ما نطرح أي كلام نقول على فقط هو كلام تسويقي. اليوم نتكلم عن بحث جدا مهم تم إجراء البحث هذا بالتعاون بين 5 جامعات: الجامعة الإمارات، جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعتين من أستراليا، وجامعة من الأردن، من المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الدراسة يا جماعة دراسة علمية ونزلت في مجلة علمية، وقادتها الدراسة هذه الدكتور عائشة الطاهري. طبعا لازم أنبه أن الدراسة هذه لم تجرى على منتجي أنا الصمغ الإفكتيف، وإنما على الصمغ العربي بصورة عامة. ومنتجي أنا هو منتج صمغ عربي، ما في أي إضافات ولا أي معالجة. طبعا هذا الصمغ أنا ما اكتشفته ولا سويت عليه اكتشافات، لكن أنا الله هداني عليه فأظهرت فوائده للناس، والحمد لله أدخل كثير من البهجة وأدخل السرور والعلاجات على. طبعا يا جماعة البحث تم إجراء على 80 عينة، يابوا 80 شخص، يابوا 40 شخص، عطوهم المنتج الصمغ العربي لمدة 12 أسبوع، وال40 شخص الثاني ما عطوهم الصمغ العربي. بعد ما تمت الدراسة بعد 12 أسبوع وجدوا النتائج التالية: أول، أن الصمغ العربي يمكن أن يكون عامل مساعد وآمن ومفيد للأشخاص المعرضين لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يعني القلب والشرايين، علاوة على اعتباره مكمل غذائي جيد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، اللي هي الإمساك، الحموضة، الغازات، أي شيء يخص الجهاز الهضمي. نعرف أن المعدة هي بيت الداء، والتي قد تحدث بكثرة لكبار السن. وايضا الدراسه شملت الوزن ومحتوى الدهون، الكتله العضليه، ضغط الدم، تقييم النظام الغذائي، النشاط البدني، نسبه الكوليسترول، بالاضافه الى نسبه الشبع الافراد، يعني حاله الشبع، حيث تمت مقارنه النتائج قبل وبعد 12 اسبوع، والنتائج كالتالي. زين يا جماعه خلينا نشوف شو النتائج بارك الله فيكم. اول شيء عقب 12 اسبوع حصلوا ان اللي اخذوا الصمغ نزل عندهم الضغط انخفاض كبير، خاصه في الانقباضي الانبساطي، وايضا تحسن الكتله العضليه، يعني صار تحول من الكتله الدهنيه الى العضليه، وتحسن ملحوظ في سكر الدم، يعني استوى ان تنظيم سكر الدم، بالاضافه الى زياده في كميه الالياف الغذائيه المتناوله، وهناك تحسن في حركه الامعاء الدوديه، يعني صارت الامعاء تحرك افضل وتخرج الفضلات بطريقه افضل. هذا بالاضافه الى انخفاض حاد في انتفاخات اللي في المعدة اللي وايدين من الناس يعانون منها، بالإضافة لانخفاض في مستوى الشهية، يعني ينزل يقلل من مستوى الشهية، فبالتالي يسوي تنزيل الوزن بطريقة جدا آمنة وفعالة. طبعا الدراسة يا جماعة ما تعني أنها يكون بديل الدواء، هذا غذاء وليس دواء، وما ننزل الكمية الدواء ولا نوقف الدواء إلا باستشارة الطبيب. هذه النتائج يا جماعة تحصلونها على النت موجودة وبنقلها لكم إن شاء الله.